عندي بتنجان ابيض واسود، وعندي رز ولحم مفرومه وشبت وبقدونس وكزبره وشطه وبهارات وجوز الطيب وكمون قرفه ناعم وبصل وطماطم وصوص طماطم، وعندي مرق وعندي زيت ذره كريستال وملح وفلفل. ادي الفلفل وادي كمان شويه نعناع. عايزين نتدلع ونعمل حاجات حلوه جديده. كده شويه طماطم اهو، ده بيخلي المحشي بتاعي يطلع طعمه جميل. كده اهو احط بقى الخضره بتاعتي عشان ايه كده. حبه رز بقى مش كتير اهم، عشان اعتمد على اللحمه بتاعتي، ولو اعتمدنا على الله يبقى افضل من الاثنين. كده ادي اللحمه، ادي ملح، ادي فلفل، ادي جوزة الطيب، بهارات، قرفة ناعمة، شطة حسب الرغبة، كمون. كل الكلام ده شغال، وعندي الشوربة على النار بتغلي. ونبدأ نحشي الباذنجان. كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، يا صلاة النبي. مالت كده